أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا الكرام، مساكم الله بخير والعافية. اليوم معكم أخوكم هادي من مكتب الحجي للسياحة في لندن، واليوم متواجدين في أجمل مدينة في جنوب بريطانيا تبعد ساعة و 45 دقيقة عن لندن. كانت رحلتنا الأولى مزرعة السمك وبعدها المجسمات هاي المدينة، وحاليا متواجدين في هذا المكان الجميل. اختارينا الزبائن لهذا المكان وجبنا جبنا. هاي نفس هاي المدينة صورتها قبل شوية بالسناب شات، مجسمة مدينة إنجليزية أثرية من أجمل المدن طبعا. أيضا تشمل كل المطاعم والكافيهات، مميزة في متحف السيارات القديمة الكلاسيك، متحف جميل جدا. اليوم الجو روعة مثل ما شفنا من المكان.